تقليدنا فيه أدب وأخلاق، من كل شر أو ظلم فيه انعتاق. لو حسبتم أن القوة في التجبر والتهيب، من أكيرا هذا درس في التأديب. تقليدنا حلم صبر وإصرار، فالقوة في الحكمة وفي نقل الأفكار. لو حسبتم أن استضعاف العجوز والصغير فيه قوة لكم، فهذا خطأ كبير. أكيرا يمضي ليقاوم أفعال الأشرار، كي يبلغ غايته يمضي يملأه الإصرار. والعدل لا يسمو إلا بجهود.